دكتور مشاري، شنو الخطوات اللي اتخذتها دولة الكويت للحد من التلوث خصوصا في المجال الصناعي؟ طبعا الكويت سباقة في هذا الأمر، يعني في سنة 94 الكويت شاركت مع الأمم المتحدة في قمة الأرض. الكويت في سنة 95 السنة اللي وراها على طول بلشت في عملية تنفيذ هذه القرارات اللي أصدرت في سنة 94. في سنة 2004 احنا من أول الدول اللي شاركنا في مؤتمر كيوتو في اليابان. احنا في 2016 من أول الناس اللي فعلنا وصوتنا في مؤتمر غلاسكو 2021 ومؤتمر باريس اللي في 2016. الكويت إذا تتكلم على الجانب البيئي وجانب حماية البيئة على شكل عام، الكويت احنا سباقين، قاعد نسبق الدول في كثير من المراحل. يعني أعطيك مثلا مثال بسيط، التلوثات النفطية اللي حصلت من فترة، التلوثات النفطية يوم الغزو العراقي احنا أول دولة بالعالم خذينا تعويضات بالجانب البيئي. الكويت في الجانب البيئي لنا دور، يعني خلينا نقول دور واضح وملموس في هذا الجانب. نعم، طيب بالنسبة للطاقة البديلة وين وصلنا في الطاقة البديلة؟ يعني احنا اليوم نتكلم طاقة البديلة في أكثر من جانب، يعني خلينا نتكلم مثلا بالمشاريع القائمة والمشاريع خلينا نقول اللي يعني صارت فيها نوع من القوانين وما الله كتب لها التوفيق. يعني نتكلم عندنا مثلا مشروع 500 سدرة 500 500 أو سدرة 500 كانت تنتج بحدود 10 ميجا. عندنا مشروع الشقاية، مشروع الشقاية البلانينج ماله انه راح ينتج ان شاء الله بحدود 4 جيجا تقريبا. طبعا هو على مرحلة اكثر من فيسز، الفيسز الاول بلش في 70 ميجا، طبعا خلص انتهينا منه. عندنا فيس نمبر 2 الحين يعني بلشنا معاه مع الاخوان في معهد الابحاث بالتعاون مع مؤسسة البترول، طبعا الجهة المسؤولة مع هيئة الشراكة. طبعا بلشوا بحدود، راح نبلش التارجت مالنا راح نوصل الى 2 جيجا، فالتوتال مالنا راح يكون بحدود مثل ما قلنا 4 جيجا تقريبا. فيها المشروع الشقاية فيها 5 توربينز وكل توربين قاعد تنتج بحدود 2 ميجا، يعني توتال 10 ميجا which is good. يعني إذا نتكلم على المشاريع الثانية، احنا كنا ايضا من الدول اللي السباقين في تحويل 60% خلينا نقول من النفايات إلى طاقة كهربائية. كان المشروع يفترض أنه راح يكون في منطقة كبد.